المكتبة هي المكان المخصص لحفظ الكتب والمؤلفات، ومنها المكتبات الخاصة والعامة ومكتبة المدرسة. فالمكتبة لها دور كبير في التوعية وتربية النشأ، ويجب الحفاظ عليها وعلى ممتلكاتها. المكتبة لها دور هام وفعال في تشكيل ثقافة المجتمع، وتؤثر إيجابياً في سلوكيات الأشخاص. فالمكتبة لها قوانين وضوابط يجب الالتزام بها، فهي تقدم النفع والفائدة وتبادل الخبرات والثقافات بين التلاميذ والباحثين والدارسين، وهي الملاذ الأول لهم، لأنها تحمل الإرث الثقافي لكل مجتمع وتدعم القراءة والبحث العلمي. في الأصدقاء.
احتفالية أسبوع المكتبات في مدارس المحافظة، وكذلك لتفعيلها ومتابعتها لما لها أهمية كبيرة في زيادة الثقافة ورفع المستوى العلمي للطلاب. مضر محمد صاور القيلاني، مسؤول شعبة المناهج والمكتبة. تشرفنا اليوم بزيارة قسم شؤون المناهج المتمثلة بمعاون المدير الأستاذ مؤمن عماد ومسؤول شعبة المكتبات الأستاذ مضر محمد جابر بمناسبة احتفالية أسبوع المكتبات. هويدا ثامر محمود، مديرة مدرسة ذرة البنات.